بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في تفسير الإمام السيوطي رحمه الله المسمى بالدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا عند قوله رحمه الله: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثة، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم: علام يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، ولم يورث قاتل بعد. وأخرج عبد الرزاق عن عبيدة قال: أول ما قضي أنه لا يرث القاتل في صاحب بني إسرائيل. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله قال: أول ما منع القاتل الميراث لمكان صاحب البقرة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه ورثته، فقالوا: ليس عمنا قد مات فورثنا مالا، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت أتاهم الشيطان فقال: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها دية؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية، وإنهم لما سول لهم الشيطان ذلك عمدوا إليه فقتلوه، ثم طرحوه على باب المدينة التي ليسوا بها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. فعمدوا إلى موسى، فجاء جبريل عليه السلام فقال: قل لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وأخرج سفيان بن عيينة عن عكرمة قال: كان لبني إسرائيل مسجد له 12 بابا، لكل سبط منهم باب يدخلون منه ويخرجون، فوجد قتيل على باب سبط من الأسباط، قتل على باب سبط وجر إلى باب بس سبط آخر، فاختصم فيه أهل السبطين
فقال هؤلاء أنتم قتلتم هذا، وقال الآخرون بل أنتم قتلتموه ثم جررتموه إلينا. فاقتصموا إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك. قال فذهبوا يطلبونها فكأنها تعذرت عليهم، فرجعوا إلى موسى فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها، فقال فذهبوا يطلبونها فكأنها تعذرت عليهم، فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله ما وجدوها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، وإنما كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير، ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة فذبحوها كفتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، فذهبوا يطلبونها فيجدون هذه الصفة عند رجل، فقالوا تبيعنا هذه البقرة؟ قال أبيعها؟ قالوا بكم تبيعها؟ قال بمئة دينار، فقال إنها بقرة بثلاثة دنانير، فأبوا أن يأخذوها فرجعوا إلى موسى فقالوا وجدناها عند رجل، فقال لا أنقصكم من مئة دينار، وإنما هي بقرة بثلاثة دنانير. قال هو أعلم، هو صاحبها، إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فرجعوا إلى الرجل فقالوا قد أخذناها بمئة دينار، فقال لا أنقصها من 200 دينار. قالوا سبحان الله، أليس قد بعتنا بمئة دينار ورضيت؟ فقد أخذناها. قال ليس أنقصها من 200 دينار. فتركوها ورجعوا إلى موسى فقالوا له أعطاناها 100 دينار. فلما رجعنا إليه قال لا أنقصها من 200 دينار. قال هو أعلم، إن شاء باعها وإن شاء لم يبعها. فعادوا إليه فقالوا قد أخذناها 200 دينار. فقال لا أنقصها من 400 دينار. قالوا قد كنت أعطيتناها 200 دينار فقد أخذناها. فقال ليس أنقصها من 400 دينار. فتركوها وعادوا إلى موسى عليه السلام قالوا قد أعطيناه 200 دينار فأبى أن يأخذها. وقال لا أنقصها من 400 دينار. فقال هو أعلم وصاحبها، إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فرجعوا إليه فقالوا قد أخذناها 400 دينار. فقال لا أنقصها من 800 دينار. فلم يزالوا يعودون إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويعودون إليه، فكلما عادوا إليه أضعف عليهم الثمن، حتى قال ليس أبيعها إلا بملء مسكها. فأخذوها فذبحوها، فقال اضربوه ببعضها، فضربوه بفخذها فعاش، فقال قتلني فلان، فإذا هو رجل كان له عم، وكان لعمه مال كثير، وكان له ابنة، فقال أقتل عمي هذا فأرث ماله وأتزوج ابنته. فقتل عمه فلم يرث شيئا، ولم يرث قاتل منذ ذلك شيئا. قال سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إن لهذه البقرة لشأنا، أدعو إلي صاحبها فدعوه. فقال أخبرني عن هذه البقرة وعن شأنها. قال نعم، كنت رجلا أبيع في السوق وأشتري، فسامني رجل ببضاعة عندي فبعته إياها، وكنت قد أشرفت منها على فضل كبير، فذهبت لآتيه بما قد بعته، فوجدت المفتاح تحت رأس والدتي، فكرهت أن أوقظها من نومها،
ورجعت إلى الرجل فقلت ليس بيني وبينك بيع. فذهب ثم رجعت فنتجت لي هذه البقرة، فألقى الله علي منها محبة، فلم يكن عندي شيء أحب إلي منها فقيل له إنما أصبت هذا ببر والدتك. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا الآيات. أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزاهم ذلك أو لأجزأت عنهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن بني إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا، ولولا أنهم قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، ولو لم يستثنوا ما بينت لهم آخرة الأبد. وأخرج ابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أمر القوم بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم، والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، قال: الفارض الهرمة، والبكر الصغيرة، والعوان النصف. وأخرج الطسطي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: لا فارض، قال: الكبيرة الهرمة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر وهو يقول: لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجلي. قال: أخبرني عن قوله عز وجل: صفراء فاقع لونها، قال: الفاقع الصافي اللون من الصفرة، الفاقع الصافي اللون من الصفرة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: سدما قليلا عهده بأنيسه من بين أصفر فاقع ودفان. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رحمه الله قال: الفارض الكبيرة، والبكر الصغيرة، والعوان النصف. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يسكت على بكر ثم يقول: عوان بين ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عوان بين ذلك، قال: بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون وأحسنه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: صفراء فاقع لونها، قال: شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: صفراء، قال: صفراء الظلف، فاقع لونها، قال: صافي.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله. فاقع لونها قال صاف لونها، تسر الناظرين قال تعجب الناظرين. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قوله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قرأ إن البقرة تشابه علينا. وأخرج عبد بن حميد عن يحيى بن يعمر أنه قرأ إن الباقر تشابه علينا، وقال الباقر أكثر من البقر. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءتنا إن البقر متشابه علينا. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله إنها بقرة لا ذلول أي لم يذلها العمل، تثير الأرض يعني ليست بذلول فتثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة قال من العيوب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله إنها بقرة لا ذلول يقول ليست بذلول فتفعل ذلك، مسلمة قال من الشية، لا شية فيها، قال لا بياض فيها ولا سواد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مسلمة قال لا عوار فيها. وأخرج ابن جرير عن عطية رحمه الله لا شية فيها، قال لونها واحد ليس فيها لون سوى لونها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله لا ذلول يعني صعبة يقول لم يذلها العمل، مسلمة قال من العيوب، لا شية فيها، قال لا بياض فيها، قالوا لا الآن جئت بالحق، قالوا الآن بينت لنا، فذبحوها وما كادوا يفعلوا. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر الله، وكانت بقرة تعجبه، فجعلوا يعطونه فيها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه ببعض منها فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال الذبح والنحر في البقر سواء، قالوا لأن الله يقول فذبحوها. وأخرج وكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان لبني إسرائيل الذبح وأنتم لكم النحر، ثم قال فذبحوها فصل لربك وانحر. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون قال ما تغيبون. قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن المسيب بن رافع قال ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك كتاب الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وأخرج الإمام أحمد
والحاكم وصحها، والبيهقي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والبيهقي عن عثمان بن عفان قال: من عمل عملا كساه الله رداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأخرج البيهقي من وجه آخر عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به. قال البيهقي: الموقوف أصح. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي وضعف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: المؤمن الذي لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب. ولو أن عبدا اتقى الله في جوف بيته إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد لأسبسه الله رداء عملي حتى يتحدث به الناس ويزيدون. قالوا: وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال: لأن التقي لو يستطيع أن يزيد في بره لزاد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكافر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الكافر الذي لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره. ولو أن فاجرا فجر في جوف بيته إلى سبعين بيتا على كل بيت باب من حديد لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون. قالوا: وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال: لأن الفاجر لو يستطيع أن يزود في فجوره لزاد. وأخرج ابن عدي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مرد كل امرئ رداء عمله، إن الله مرد كل امرئ رداء عمله. اللهم اقسنا رداء التقوى، وعلمنا من العمل ما ترضى، ووفقنا لكل محبوب عندك يا أكرم الأكرمين. وأخرج البيهقي عن ثابت رحمه الله قال: كان يقال لو أن ابن آدم عمل بالخير في 70 بيتا لكساه الله تعالى رداء عمله حتى يعرف به. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله، فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من تحت كنفه فبدت عورته. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي إدريس الخولاني رفعه قال: لا يهتك الله عبدا وفيه مثقال حبة من خير. الحمد لله. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: لو أن عبدا اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه. قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، أخرج وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فقلنا اضربوه ببعضها، قال: ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أنهم ضربوه بفخذها، فلما فعلوا أحياه الله حتى أنبأهم بقاتله الذي قتله وتكلم ثم مات. وأخرج وكيع وابن جرير عن عكرمة في الآية قال: ضربوه بفخذها فحي، فما زاد على أن قال: قتلني فلان ثم عاد فمات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رحمه الله في الآية
قال ضرب بفخذ البقرة فقام حيا، فقال قتلني فلان، ثم عاد في ميتته. وأخرج ابن جرير عن السدي قال ضرب بالبضعة التي بين الكتفين. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلا، ثم عاد ميتا كما كان. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، اللهم أحينا بحياة الصالحين وأمتنا ميتة الصالحين واسترنا تحت سمائك يا رب العالمين. أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال إن فتى من بني إسرائيل كان برا بوالديه وكان يقوم ثلث الليل يصلي ويجلس عند رأس والدته ثلث الليل فيذكرها بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويقول يا أمة إن كنت ضعفت عن قيام الليل فكبر الله وسبحيه وهلليه. فكان ذلك عملهما دهر كله، فإذا أصبح أتى الجبل فاحتطب على ظهره فيأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله أن يبيعه، فيتصدق بثلثه ويبقي لعبادته ثلثا ويعطي الثلث أمه، وكانت أمه تأكل النصف وتتصدق بالنصف، فكان ذلك عملهما الدهر كله. فلما طال عليها قالت يا بني أعلم أني قد ولدت من أبيك بقرة وختمت عنقها وتركتها في البقر على اسم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قالت وسأبين لك ما لونها وهيئتها، فإذا أتيت البقرة فادعها باسم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فإنها تفعل كما وعدتني. وقالت علامتها أنها ليست بهرمة ولا الفتية، غير أنها بينهما وهي صفراء فاقع لونها تسر الناظر. إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وليست بالذلول ولا صعبة تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها ولونها واحد. فإذا رأيتها فخذها بعنقها فإنها تتبعك بإذن إله إسرائيل. فانطلق الفتى وحفظ وصية والدته وسار في البرية يومين أو ثلاثة، حتى إذا كان صبيحة ذلك اليوم انصرف فصاح بها فقال بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا ما أتيتني. فأقبلت البقرة إليه وتركت الراعية فقامت بين يدي الفتى فأخذ بعنقها فتكلمت البقرة وقالت يا أيها الفتى البر بوالدته اركبني فإنه أهون علي. قال الفتى لم تأمرني والدتي أن أركب عليك، ولكنها أمرتني أن أسوقك سوقا فأحب أن أبلغ قولها. فقالت بإله إسرائيل لو ركبتني ما كنت لتقدر علي، فانطلق أيها الفتى البر بوالدته، لو أنك أمرت هذا الجبل أن ينقلع لك من أصله لانقلع لبرك بوالدتك ولطاعتك إلها. فانطلق حتى إذا كان على مسيرة يوم من منزله استقبله عدو الله إبليس فتمثل له على صورة راع من رعاة البقر، فقال يا أيها الفتى من أين جئت بهذه البقرة؟ ألا تركبها؟ فإني أراك قد أعييت، أظنك لا تملك من الدنيا مالا غير هذه البقرة، فإني أعطيك الأجر ينفعك ولا يضرها. فأتى رجل من رعاة البقر فقال فإني رجل من رعاة البقر اشتقت إلى أهلي فأخذت ثورا من ثيراني فحملت عليه طعامي وزادي حتى إذا بلغت شطر الطريق أخذني وجع بطني، فذهبت لأقضي حاجتي فعدا وسط الجبل وتركني
وأنا أطلبه ولست أقدر عليه، فإني أخشى على نفسي الهلكة وليس معي زاد ولا ماء، فإن رأيت أن تحملني على بقرتك فتبلغني مراعي وتنجيني من الموت وأعطيك أجرها بقرتين. قال الفتى: إن بني آدم ليس بالذي يقتلهم اليقين ويهلكهم أبقهم، فلو علم الله منك اليقين لبلغك بغير زاد ولا ماء، ولست براكب أمرا لم أؤمر به، إنما أنا عبد مأمور، ولو علم سيدي أني أعصيه في هذه البقرة لأهلكني وعاقبني عقوبة شديدة، وما أنا بمؤثر هواك على هوى سيدي، فانطلق أيها الرجل بسلام. فقال له إبليس: أعطيك بكل خطوة تخطوها إلى منزلي درهما، فذلك مال عظيم، وتفدي نفسي من الموت في هذه البقرة. فقال الفتى: إن سيدي له ذهب الأرض وفضتها، فإن أعطيتني شيئا منها علم أنه من ماله، ولكن أعطني من ذهب السماء وفضتها فأقول إنه ليس هذا من مالك. فقال إبليس: وهل في السماء ذهب أو فضة؟ أو هل يقدر أحد على هذا؟ قال الفتى: أو هل يستطيع العبد بما لم يأمره به سيده، كما لا تستطيع أنت ذهب السماء وفضتها؟ فقال له إبليس: أراك أعجز العبيد في أمره. قال له الفتى: إن العاجز من عصى ربه. قال له إبليس: ما لي لا أرى معك زادا ولا ماء؟ قال الفتى: زادي التقوى وطعامي الحشيش وشرابي من عيون الجبال. قال إبليس: ألا آمرك بأمر يرشدك؟ قال الفتى: مر به نفسك، فإني على رشاد إن شاء الله تعالى. قال له إبليس: ما أراك تقبل نصيحة. قال له الفتى: الناصح لنفسه من أطاع سيده وأدى الحق الذي عليه، فإن كنت شيطانا فأعوذ بالله منك، وإن كنت آدميا فاخرج، فلا حاجة لي في صحابتك. فخمد إبليس عند ذلك 3 ساعات مكانه، ولو ركبها له إبليس ما كان الفتى يقدر عليها، ولكن الله حبسه عنها. فبينما الفتى يمشي اطار طائر من بين يديه. ونقف إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.